اللي عايز اقوله الكوره مكسب وخساره. فبقول لفرقه الدمنهور هارد لك، فرقه كويسه، فرقه محترمه، معاكم مدير فني محترم، انتوا نادي كبير، ان شاء الله ربنا يكرمكم وتطلعوا من اللي انتوا فيه. انتوا تستاهلوا بصراحه كمجموعه وكمدير فني. الحمد لله انا تمام الحمد لله، وطبعا فضل النادي كل حاجه، ده بيتي اولا واخيرا. طبعا انا يعني طبعا انا بهدي الفوز دوت يعني للناس كلها والناس اللي تجري ورا مننا، اولا مجلس الاداره. والله اولا الحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب النهارده على فريق الاولمبي، فريق كبير يعتبر الفرقه اللي متصدره في الدوري، والحمد لله اللعيبه النهارده زي ما وعدونا في بدايه الدور الثاني قالوا ان شاء الله هنعمل نتائج كويسه، فعلا نفذوا وعدهم. المكسب ده بيديك دفعه بشكل كبير جدا، وانا كنت قلقان بعد ماتش البلديه، دايما المكسب بتبقى اللعيبه بتبقى عايزه تريح بعديه، لكن دي نقطه الحمد لله اشتغلنا عليها بشكل كويس. الاولاد اديتوا مباراه كويسه جدا في ظل الظروف الصعبه اللي انتوا بتمروا بيها، بس معانا لعيبه رجاله، من حق كفر الشيخ وجميل كفر الشيخ ان هي تفخر بمجموعه اللعيبه اللي موجوده. تعاملنا مع المباراه الحمد لله رب العالمين زي ما احنا محضرين، تعاملنا المباراه تحضير كويس واشتغلنا شغل كويس. بشكر لعيبه المنصوره على المجهود اللي هم بذلوه والروح اللي هي موجوده، واصبح لينا شكل وشخصيه. الحمد لله فضل من ربنا سبحانه وتعالى بنواصل النتائج الكويسه، لعيبه رجاله وملتزمين الفتره من ساعه ما جينا بصراحه مسكنا الفرقه، واللعيبه يعني خدنا عهد ان احنا نقاتل لاخر وقت. والله النتيجه العادله 1-0، لو بصينا الهدفين اللي جابهم سميد ابو قير يعني اخطاء فرديه يعني ما حصلش في الكوره يعني، بس الحمد لله هو ده سوء التوفيق اللي بيلازمنا الفتره الطويله ديت، بس اللعيبه بتأدي، هي دي الحاجة اللي الواحد بيستفادها، اللعيبة بتأدي ومجتهدة في الملعب. معانا مدير فني كبير كابتن محمد صلاح، الحقيقه ما بيأثرش في اي مجهود بيبذله كابتن حمد علوي، الجهاز الاداري والفني كله، الحقيقه مجلس اداره كلنا موجودين مع اللعيبه، دور اللعيبه عليها دور كبير جدا، ربنا يعني يوفقهم في اللي جاي ان شاء الله، احنا في ظهرهم، ما زلنا في ظهرهم. حقيقي اللعيبه عندنا خدت الموضوع بجد، الماتشات دي بتبقى صعبه جدا لان اللعيبه الثانيه بتبقى متحمسه، نتيجه كبيره جايه من ورا اخفاق الماتش اللي فات. انا بتاسف طبعا للجمهور عندنا ومجلس اداره، الماتش اللي فات كبوه ان شاء الله مش تحصل تاني.